عايز تاني قبل ما ارجع مختم مع حضرتك لمحمد الشناوي. اتفضل. محمد الشناوي هيبقى عنده مباراه ملاوي في ملاوي بالنهار. هل محمد الشناوي عنده مشكله بالنهار فممكن ما يلعبش؟ انت كمدرب ممكن تقول مثلا الحارس دوت او الحارس ده حارس كبير بس عنده مشكله في اللعب بالنهار فبلاش. لا ما فيش مشكله تماما. يعني صادف ان الاهلي لعب مباراتين بالنهار فخسر، بس انما الاهلي لما كسب اسوان بالنهار والشناوي صد ضربه جزاء، فاكر المباراه دي؟ طبعًا. بعد ايه ده رجعوا من السودان على على اسوان. شناوي وقتها تألق في المباراه دي وصد ضربه جزاء، وشناوي لعب كتير بالنهار فما عندوش يعني دايما ده احنا ده العكس بقى يعني عنده مشكله ايه يعني دايما بيبقى في مشكله بالليل لما يبقى انت عندك مثلا يعني في حد ما في مشكله مثلا في النظر ولا حاجه. دي الكره اللي بالخامس اللي كنت ده الخامس طبعا. بص بقى هنا تمركز الشناوي ممتاز، الراجل رقص محمد تقريبا محمد عبد المنعم انا مش متاكد يعني وبعد ما عدى منه الشناوي طلع عمل نزل برجليه عشان يقفل، طبعا الراجل كان اسرع وحط الكره ايه من تحت رجل الشناوي صعبه يعني فما اقدرش الومه ابدا في الجون الخامس يعني. طيب فبالعكس لا هتتفاجئ لو شفت محمد الشناوي مريح شويه مع الاهلي؟ لا مش هتفاجئ يعني ده ممكن وارد يعني على فكره ممكن ياخد يتاخد قرار المباراه القطن دي ان علي لطفي يبقى موجود فيها. واكيد وخد بالك ما انت ممكن الشناوي يريح والراحه دي تبقى فايده بالنسبه لي. طب لا لحظه بس، لو علي لطفي هو اللي لعب ماتش القطن هتشوف انه قرار عادي ولا قرار خاطئ؟ لا ممكن يبقى قرار يعني مش شايف قرار خاطئ. لا خالص قرار عادي. لا يعني حسب بقى. بص ما هي دي بتبقى راجعه بقى انا انا ما عنديش تفاصيل كتير جوه. طبعا لا طبعا. بمعنى ايه لا انا بسالك علي لطفي مثلا انا عشان اخد قرار ان علي لطفي يلعب هل انا مجهز علي لطفي فنيا ونفسيا وبدنيا لازم الحاجات دي كلها؟ هو اللي هيبقى جهاز فني عارفها، ما ده اللي قصدي عليها بقى. علي لطفي بتفرق بتمرينه عامل ازاي؟ صح. طب جاهزيته اخد بالك بالجاهزيه النفسيه والمعنويه دي مهمه جدا طبعا، وفي طبعا جاهزه تبقى في تجهيز بدني بقى وفني وحاجات كتير قوي. لازم الجون الثاني يبقى جاهز والجون الثالث يبقى جاهز. وانا هتعامل مع الشناوي بقى ازاي كمان؟ لازم اقعد مع الشناوي اتكلم مع الشناوي. الشناوي جول كبير.